كابتن نادر اجل حضرتك يمكن كنا اتقابلنا في بطوله المنطقه وفرحنا وانبسطنا وقلنا يا رب ناخد الجمهوريه. الحمد لله. اكيد الجمهوريه كانت اصعب من المنطقه لان فيش فرق جات لك زياده. كلمني عن الفرق والفرقه اللي جات ومشوار البطوله. هي كانت منطقه القاهره لعبنا 13 مباراه، الجمهوريه كانت 22 مباراه، وكان جدول كان صعب وكان طويل وكان داخل كمان في رمضان، فكان لود كبير على اللعيبه، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا. احنا اخر ماتش مخلصينه كان يوم الوقفه. يا خبر ابيض. فكنا مخلصين اخر فرقه في القطاع بالكامل، كان فريق 17. طب ايه الفرق اللي يعني انت لعبت في المنطقه؟ اغلب الفرق من القاهره او يعني الفرق الجامده في مصر كانت موجوده في القاهره، طب ايه اللي زاد عليهم في بطوله الجمهوريه؟ لا، اللي زاد عليهم فرقه زي الزمالك، فريق كويس جدا، فريق الصيد، فرق الاسكندريه، دلفي، الاتحاد، سموحه، فرق كويسه، فرق محترمه. دول الفرق اللي بيقول زياده عن فرق بيضاف. طبعا فرق القاهره زي الشمس وطيران، وادي دجله، الفرق دي كويسه جدا جدا. طب اصعبهم ايه؟ اصعب الماتشات يعني انت في وجهه نظرك بطوله الجمهوريه اتحسمت مع ماتش ايه؟ كان ماتش الزمالك في الماتشات النهائيه اللي في الاخر، كان عندنا الزمالك، وادي دجله، الصيد، صيد الدقي. فكان ماتش الزمالك هو كان الحمد لله يعني اللي ادانا حافز وادانا يعني حسينا ان احنا خلاص قريبين يعني جدا من البطوله. طب هو يعني السيناريو بتاعها مشي ازاي؟ الماتش مشي ازاي؟ هل احنا خسرنا الشوط الاول؟ هل كنا ماشيين بنتيجه يعني وضح للساده المشاهدين السيناريو كان ماشي ازاي؟ احنا لعبنا الزمالك، الزمالك كانت معانا في المجموعه اللي قبل النهائي كمان، يعني هي صعدت معانا في النهائيات. طب الماتشين كانوا ماشيين ازاي؟ الماتشين اللي كانوا قبل النهائي احنا الحمد لله ربنا كرمنا في الماتشين، الماتش اللي كان عندنا في النادي كسبناه 3-0 الحمد لله، وكان ماتش قوي جدا جدا جدا. كويس. الماتش الثاني كان في نادي الزمالك وربنا برده كرمنا وكسبنا 3-1، كان ماتش برده صعب. حضرتك عارف ماتش الاهلي وزمالك طبعا ليه حسابات ثانيه خالص وشكل ثاني خالص، بس الحمد لله اولادنا كانوا يعني رجاله وقد المسؤوليه الحمد لله. اكيد اكيد يا كابتن.